احنا معانا على التليفون الدكتورة ريهام غلاب، مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض الغير السارية. الأول مساء الخير يا دكتورة ريهام. ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير. الحمد لله. دكتورة ريهام، لما بنتكلم عن الأمراض غير السارية، اللي هي الأمراض زي ايه؟ يعني ايه اللي احنا عايزين نكشف عليه، وليه بنتكلم عن 100 مليون؟ اشمعنى العدد ده؟ الأول الأمراض الغير السارية هي أمراض اللي بنطلق عليها في مجتمعنا أو في مصر هنا بنطلق عليها الأمراض المزمنة أو غير المعدية، زي الضغط والسكر والسمنة وما شابه ذلك. تمام. ليه قلنا 100 مليون؟ قلنا 100 مليون علشان خاطر احنا تعدادنا وصل على 100 مليون. المبادرة دي هيدخل فيها جميع الأمراض اللي في بيوتنا كلها، فيروس سي والضغط والسكر، عشان نبقى مصر كلها ب 100 مليون صحة. تمام. واحد ايوه لما يبقى يعني الفئة العمرية بنتكلم في سن من كام لكام؟ يعني هتبتدوا تكشفوا على ناس من سن كام؟ يا فندم الفئة المستهدفة من سن 18 سنة فيما فوق، احنا ما عندناش حد أقصى. تمام، من 18 سنة لفيما فوق. طيب الحملة دي ممكن دلوقتي اللي بيتفرج علينا يقول طيب أنا دلوقتي خايف ليه؟ في ثقافة كده بتقول سيب الصندوق مقفول، بلاش تفتح الصندوق لحسن تطلع لك الأمراض بقى اللي انت ايه خايف منها دي، ومرة واحدة هتبقى ببرشامة، ولو ما خدتش البرشامة في ميعادها هتبتدي تتعب، والكلام ده كله. حضرتك تقولي ايه للناس اللي لسه عندها الثقافة دي؟ هقول لهم ما تخافوش، لو سبتوا الصندوق مقفول هنيجي لا قدر الله في يوم من الايام نحتاج سرير رعايه مركزه، او يكون عندنا مرض مش كويس، او نوصل لمرحله متاخره في المرض ما نقدرش نعالجه. لو سيبنا الصندوق مقفول ممكن ننقل العدوى لابنك وبنتك وحفيدك وحفيدتك وصاحبك وصاحبتك. لو سيبنا الصندوق مقفول هنصرف كتير قوي 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 ومش هيبقى فيه امل في العلاج. لو سيبنا الصندوق مقفول هنخسر دلوقتي الفرصه بتاعه الكشف والتحليل والعلاج مجانا بادويه بقت تشبه ادويه البرد، نزلت البرد هي بقت عباره عن اقراص. كنت لسه هسالك السؤال ده، انا مش قدي العلاج، يعني رحت واكتشفت مره واحده اني عندي سكر على سبيل المثال، هتسيبوني؟ يعني انا رحت ودخلت وقفت في طابور والدكتور كشف عليا وعمل لي تحاليل، ومره واحده خبر وحش يا حاج انت عندك سكر، اتفضل بقى بره روح اتعالج، ولا هتعملوا ايه؟ طيب مبدئيا يا فندم خلينا نقول احنا لما حد فينا بيتقدم من اهالينا بيتقدم للفحص ده بيكون 18 سنه فيما فوق، بيتقدم فقط بالبطاقه الرقم القومي. تمام. مجانا بيتعمل له شكه صغيره في صبعه، الشكه دي بتعمل له تحليل سكر عشوائي وتحليل فيروس سي من نفس الشكه، ما فيش دم. تمام. ولا سحب دم ولا اي حاجه. تمام. على ما النتيجه بتظهر من 5 ل 15 دقيقه بيكون قاس الضغط وقاس الوزن والطول، بنطلع منهم مؤشر كتله الجسم. طيب افرض حضرتك طلعت ايجابي فيروس سي لا قدر الله، حضرتك اوتوماتيكيا بيتحجز لك من على السيستم في الوحده اللي منوط بيها العلاج، ويكتب لك على الكارت الخاص بيك، والكارت ده سري حضرتك اللي بتستلمه فقط بايديك بدون اعلان اي نتائج، عنوان والتاريخ اللي حضرتك هتروح بيه في مركز العلاج. تمام. طيب لو طلع حضرتك عندك سكرك اكتر من 200 ملي جرام بير ديسيليتر عشوائي، او الضغط قياسه اكتر من 140/90، طبعا انا كده ما شخصتش نهائي ان عندك سكر او ضغط، بس انت عندك احتماليه، فبالتالي في مزيد من الفحوصات والكشف. اه تمام. بحول حضرتك على مستشفيات بعينها اوتوماتيكيا، برضو بنكتب لحضرتك على الكارت المستشفى الفلاني حضرتك هتروح لها، هتعمل فيها اعاده التقييم والفحوصات، وهتصرف منها العلاج مجاني، مش دلوقتي بس، هتفضل بقى على طول هتروح لها. طيب العلاج مجاني طول فتره ما انا بتعالج يا فندم؟ اي حد في مصر، اي حد في الدوله ليه علاج يا نفق الدوله يا تامين صحي يا مؤسسه بتغطيه، احنا بس ما كنش عندنا الوعي الكافي. العلاج هيفضل مجاني، العلاج هيفضل طب مجاني. والله دي حاجه محترمه جدا. طب يا دكتور ريهام، في مثلا يعني مرض زي السمنة ده، مرض السمنة ده بيحتاج تدخلات مختلفة شوية، يعني لازم نظام غذائي على سبيل المثال، لازم شوية رياضة مع توجيه، لان السمنة احنا عارفين ان هي دايما بتيجي مصطحبة معاها كده، بيجي في ايديها الضغط والسكر، لو لحقت نفسك في السمنة او يعني ما خليتش السمنة تبقى كتيرة، فانت بالتالي عندك اقل نسبه التعرض للضغط وللسكر. في حاله السمنه دي، هل احنا كدوله
يعني عندنا بقى الرفاهيه من الوقت ان الدكتور يقعد بقى يكتب لحاله حاله حركه، تاكل ايه، هتتغدى ايه، هتتعشى ايه، وبعدين تجي لي بعد اسبوع علشان اشوفك هتبقى عامل ازاي، ونبتدي نوزن، ولا اروح العب رياضه، ولا مش عارف روح. هل النموذج ده موجود، ولا انا دلوقتي بتخيل كده صوره ذهنيه يعني الى حد ما جميله يعني؟ حضرتك احنا بدأنا بحاجه اسمها اويرنس كامبين. الاويرنس كامبين ده ان احنا بنقول ان حمله توعيه بالظبط، حمله التوعيه دي مش بتقول بس ان سمنا ننظم غذائنا، لا، ان الغذاء والتدخين ولعب الرياضه وكمان مشكله السمنه ما هياش مشكله الوزن التخين او انا جسمي مش عارفه البس اللي انا عايزاه، زي ما حضرتك قلت بيبقى في ريسك فاكتور معاها السكر والضغط، وده يزودوا لي نسبه السكتات الدماغيه والنوبات القلبيه. فبالتالي اقدر ده غير الدهون اللي جوه اللي على الاعضاء نفسها اللي اللي بتقلل نسبه الكفاءه للاعضاء المختلفه في الجسم يعني. ففي حمله مصاحبه للمسح والعلاج، هي حملة توعية، وفي بوسترز وفي منشورات بتتوزع، وفي رائدات ريفيات بيروحوا البيوت والتجمعات. يعني ربنا يقدرنا يا رب، وتكون حملة متكاملة نقدر نخدم فيها ونرد جميل للبلد يا رب. طيب هنا في جزئية بقى، في بعض الأماكن الريفية بيبقى في ثقافة شوية كده إن لا يعني أنا مراتي ما تخرجش من البيت أصلا عشان تكشف. تمام. هتعملوا معاها إيه دي؟ هو طبعا احنا الثقافه بتاعتنا يعني الى حد ما تكاد تكون اتغيرت. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه تبسط حضرتك جدا. النهارده تواصل معانا من قريه في الدلنجات في محافظه البحيره، في قريتين فوضوا شخص اتصل بينا وتواصلت معاه شخصيا من غرفه العمليات، ان القريه دي تبعد عن اقرب نقطه اقرب مسح بالنسبه لهم 4 كيلو، هي يعني بالنسبه لهم بعيده لان هم ما عندهمش اي وسائل مواصلات ريجولر للمكان ده. فال 7000 بتوع القريتين كانوا بيناشدوا ان احنا ننزل لهم، فاحنا هنجيب لهم وسيله مواصلات. الوعي عند الناس زي ما حضرتك بتقول انا ما نزلهاش من البيت، بالعكس الناس عايزه تروح، فاحنا جبنا لهم اتوبيسات هتنقلهم لنقطه المسح رايح جاي كل يوم. طب والله دي حاجه كويسه. الوعي زايد، الوعي زايد، واحنا بنتواصل شخصيا مع اللي بيسجل اي مشاكل من ارقامنا الشخصيه على فكره، ودي كانت صدمه لبعض المواطنين بالامس. طب دي حاجه محترمه جدا ومجهود تشكروا عليه. طيب هل محتاجين اي حاجه من المجتمع المدني؟ يعني لو في جمعيات موجوده، في اي حاجه حضرتك تحبي يعني يبقى في مشاركه، ولا لا يا جماعه ده الدوله بس هي اللي بتشتغل وهنشتغل لوحدنا؟ لا يا فندم، ما حدش بيشتغل لوحده، احنا كلنا هدف واحد، احنا مؤسسه المجتمع المدني والشعب كله، كلنا ايد واحده لانجاح ده، لان كلنا اللي ندفع ثمن ده لو ما عملناهوش. مؤسسات المجتمع المدني مؤسسه معانا ومشاركه معانا من الاول، عندنا الاتحاد العام للجامعات الاهليه والدكتور طلعت هو اللي تبرع النهارده وقال ان هيجيب لنا الباصات اللي هتنقل المواطنين من والى القرى. المجتمع المدني انا محتاجاه ان نرفع توعيه المواطنين نوصل لهم لغايه البيت. انا مش محتاجه كمان المجتمع المدني وبس، انا محتاجه كل المؤسسات، الشكر لكل المؤسسات، القوات المسلحه بتتواصل معايا دايما، كل المؤسسات بنتواصل مع بعض من اجل انجاح ذلك. انا بقى عايزه الشعب نفسه يقوم بواجبه، احنا عملنا لكم كل حاجه باعلى مستوى باعلى معايير، والادويه والتحاليل باعتماد منظمه الصحه العالميه. ارجوكم انتوا اهلنا، مفيش بيت مفهوش سكر وضغط وفيروس سي، لازم نخلص من الكابوس ده، وفرصتك الان الكشف والتحليل والعلاج كمان بالمجان. تمام. طيب في حد ممكن بيتفرج علينا يقول لك الضغط، وانا ممكن اخلص من الضغط، هل في علاج اخده الضغط يخلص؟ لا للاسف الضغط والسكر هو مرض مزمن، احنا ممكن بس نقلل اثاره الجانبيه، وهو تعتبر السبب الاول للوفاه في مصر الامراض غير ساريه. طيب. فنقلل اثاره الجانبيه ونظبطه ونتابع معاه. وعلى فكره لو لعب اول علاج في الضغط والسكر لعب الرياضه، ممارسه الرياضه وتظبيط الاكل، ده بيؤدي ل 70% من العلاج. فلو احنا عملنا كده هنحتاج لعلاج ومتابعه قليلين جدا. صحيح صحيح. طيب مده الحمله قد ايه؟ هتبتدوا امتى؟ الحمله هتخلص امتى؟ متوقع الرقم ال 100 مليون يجي لكم خلال قد ايه؟ هو الخطه بتاعتنا ان شاء الله ان ال 100 مليون دول هيخلصوا في 7 أشهر على 3 مراحل. المرحلة الأولى بدأت في 1 أكتوبر وهتخلص في 31 نوفمبر في شهرين في 9 محافظات. 9 محافظات هم مطروح وبورسعيد وجنوب سيناء والبحيرة واسكندرية ودمياط والقليوبية والفيوم. ثم يليهم مرحلتين، المرحلة الثانية 3 شهور 11 محافظة، والمرحلة الثالثة شهرين 7 محافظات. المرحلة الأولى مستهدف فيها اللي هي شهرين مستهدف فيها 17 مليون مواطن.
17 مليون مواطن، ده المرحله الاولى. يلا انزلوا بقى يلا. لا واحنا معاكم، احنا معاكم، احنا معاكم اكيد. وبشكرك جدا دكتوره ريهام على المداخله دي، دكتوره ريهام غلاب. وبقول لكل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، قعدنا كتير قوي 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 نشتم الدولة ونقول هي الدولة فين وصحة المصريين بتنهار. الدولة دلوقتي بتقدم ايديها وبتقول لك انزل وبوفر لك العلاج والكشف بالمجان، ما تخافش، بس صحتك بالدنيا. تاني، والله والله انا قلت الكلام ده هنا في البرنامج ده قبل كده، قلت انا نفسي اشوف حكومة، او نفسي احضر اليوم يعني ابقى عايش كده على وش الارض والحكومة او مسؤولين في البلد دي بيشوفوا المواطن. انا كان بالنسبة لي قبل كده يعني كانوا بيشوفوا المباني، كانوا بيشوفوا رجال اعمال، انما المواطن البسيط ده ما كانش حد بيشوفه خالص خالص، ما كانش مش من ضمن الحسابات يعني. فيجي اليوم اللي الدولة والحكومة بتمد ايدها للناس تقول لكم تعالوا انزلوا روحوا اتعالج، من حقك انك تعيش بصحة كويسة ومن حقك انك تبقى موجود. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة، اكيد اكيد ده 100 مليون 100 مليون، انا عايز اقول لكم اللي بيعمل مشروع مثلا بيتعامل فيه مع 300 الف واحد او مع 100 الف واحد بيطلع لك مثلا يعني 1000 2000 مشكلة، ده منطقي، ده منطقي جدا وطبيعي جدا. دول 100 مليون، فلو في حاجه حصلت حاجه صغيره يعني الكلام ده كله وارد، بس خلينا نقول ما نقفش عنده، يعني ما تخليش تجربه ممكن، خلي بالكم انا الكلام ده كله لسه ما حصلش، انا بحكي لكم ليه؟ عشان ما يجيش حد يصطاد في الميه العكره قدام، يجي يقول لك ده شفته مركز كذا مش عارف الدكتور عمل ايه او ما كشفش او خلى الناس واقفه يا جماعه ده وارد، بس ده ما يضيعش الحلم ان احنا دلوقتي الدولة بتتجه لان هي تعالج 100 مليون مواطن. خلينا نقول تكشف على 100 مليون مواطن، ان شاء الله ما تعالجش ال 100 مليون، تكشف على 100 مليون مواطن وتصرف العلاج للذي يعني يستحق العلاج.